أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مستجدات العاصمة المؤقتة عدن بعد سيطرة القوة الحكومية عليها. سيطرت القوة الحكومية على معظم مناطق وأحياء العاصمة المؤقتة عدن بعد ساعات من تقدمها في المدينة، وأظهرت لقطات تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سيطرة القوة الحكومية على قصر المعاشيق حيث مقر الحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن. ووجه وزير الداخلية أحمد الميسري دعوة لقوات الحزام الأمني التابعة للانتقال المدعوم من الإمارات لإلقاء السلاح، متوعدا بضمان الحكومة سلامة تلك القوات. وقال إن الدولة ستضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة الأمن أو يمارس أعمالا انتقامية في العاصمة المؤقتة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما أهمية ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن بالنسبة للشرعية والدولة بعد سيطرة قواتها على المدينة من ميليشيا الحزام الأمني المدعوم من الإمارات، وما مستقبل الإمارات والتشكيلات العسكرية التي أسستها في الجنوب والمناطق المحررة؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. عادت عدن إلى الدولة الشرعية بعد سيطرة لم تدم طويلا للميليشيا المدعومة من الإمارات، سيطرة بلعت في صحراء شبوة بقوة الجيش الوطني ومواقف القيادة الشرعية التي تداعت لوقف الخطر الذي يهدد كيانها. استعادت القوات الحكومية ثقتها بعد انتصارات شبوة لتتقدم باتجاه أبين. دخلت مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين بعد السيطرة على شقرة وفرار مجاميع قوات الانتقالي لتزحف باتجاه العاصمة المؤقتة عدن. وصلت طلائع القوات الحكومية للعاصمة المؤقتة عدن من المدخل الشرقي وفرضت سيطرتها على المطار وأبرز المنشآت الحيوية والأحياء السكنية بعد أن خاضت اشتباكات متقطعة مع قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات التي لاذت بعض منها بالفرار وتركت مناطق سيطرتها وثكناتها وانسحبت أخرى، فيما أعلنت مجاميع من قوات الانتقالي الانضمام للقوات الشرعية. سيطرة للقوات الشرعية على عدن واستعادة قصر المعاشيق رمز الدولة والشرعية في عدن. في إشارة لمستقبل الميليشيات التي أسستها الإمارات وانقلبت على الشرعية، أكد رئيس الحكومة معين عبد الملك رفض حكومته أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج مؤسسات الدولة. تقدم للقوات الحكومية وصفه وزير النقل صالح الجبواني بأنه تخليص لليمن من مشروع التفكيك الأسوأ الذي كان سينهي الدولة اليمنية. بعد توارد المعلومات من عدن بخصوص تعرض معسكرات الحزام الأمني ومقر قوات التحالف للنهب، حذر وزير الداخلية من تلك الأعمال وقال إن الدولة ستضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة الأمن. أحداث متسارعة وتقدم مفاجئ للقوات الحكومية التي عادت بعد أن خسرت معركتها الأولى مع قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات التي تمددت باتجاه الشرق لفرض مشروع انفصال الجنوب، وتلاشت في معركة الإياب بعد رحيل ضباط الإمارات وقيادة الانتقالي عن عدن لتترك الميليشيا تواجه هزائمها ومصيرها. فصل جديد من فصول بناء الدولة اليمنية وطي صفحة الصراع المناطقي في المناطق المحررة بعودة العاصمة المؤقتة عدن لسيطرة القوات الحكومية لتوحد الجهود وتتضافر صوب صنعاء لتحريرها من الميليشيا الحوثية. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، كما وأرحب بضيفي من العاصمة السعودية الرياض علي الأحمدي أمين عام حركة النهضة الجنوبية والقيادي في المقاومة الجنوبية. أهلا بك معنا سيد علي. أهلا وسهلا. نعم، تقدم للقوات الحكومية بعد هزيمتها من قبل قوات الانتقال الجنوب المدعوم من الإمارات لتعاود بعد ذلك السيطرة بعد شبوة على محافظة أبين ومن ثم العاصمة المؤقتة عدن، ما الذي حدث؟ ما جرى هو أمر يعني أمر طبيعي أن يكون بهذا الشكل.
لعدة أسباب. السبب الأول أن الميليشيا المنقلبة على شرعية الدولة في عدن ليس لديها أي مستمسك أو قانوني أو قدرة أن تجابه الحكومة الشرعية، كون الحكومة الشرعية هي الواجهة المعترف بها دوليا أمام العالم، وكل بيانات السفراء أثناء الانقلاب في عدن وقبله وبعده تؤكد أن على أمن اليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه. لكن هؤلاء لم يفهموا هذه المسألة الواضحة، فاندفعوا بجنون لاحتلال المعسكرات والمؤسسات. الدولة لديها شرعية دولية ولديها أيضا دعم إقليمي واعتراف إقليمي، وتعرف دول الإقليم وخاصة دول التحالف أن سيطرة ميليشيا متمردة على العاصمة عدن هو طعنة نجلاء في ظهر المشروع العربي المواجه لهذا التمدد الإيراني والعبث الحوثي في عدن. لذلك وقف العالم ووقفت الشقيقة المملكة العربية السعودية سياسيا وعسكريا مع الشرعية، واجتمعت قوات الجيش التي هي قوات مدربة قوات نظامية تشارك في جبهات منذ 5 سنوات في مأرب في بيحان في شبوة مناطق شبوة الأخرى في البيضاء. هذا الجيش هو جيش محترف أمام، وهذا السبب الثاني الذي يعني جعل الأمور تتسارع بهذا الشكل، أن 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 جيش مدرب أمام ميليشيا لم يجمعهم إلا الراتب الذي يأتي من الخارج، وتسليح متوسط أبقم وكلاشينكوف لا يمكن أن يقف أمام الجيش الشرعي المدعوم إقليميا والمعترف به والمعترف بحكومته سياسيا دوليا. نعم، بالتالي ما الذي حدث حتى عادت الشرعية بهذه القوة كسر شوكة الانتقال في شبوة، من ثم انتقلت إلى أبيان، أيضا تمت السيطرة على عدن بسهولة دون مقاومة؟ الآن ما حصل اليوم مثلا في عدن هو القوة الشرعية الموجودة في عدن هي التي انتخبت من الداخل، سواء من ألوية الجيش الموجودة والتي احتل مقراتها المجلس الانتقالي، أو المقاومة من أبناء عدن. لم تدخل في بداية اليوم إلا عدد محدود من الجيش القادم من أبيان، لذلك القوة الموجودة أصلا إذا تهيأت لها ظروف مناسبة كان بالإمكان إنهاء الانقلاب منذ اللحظات الأولى، لكن لم يستشعر العالم و الدول التحالف الخطر إلا بعدما رأوا من ممارسات ميليشياوية في عدن، فكان لابد من وضع حد التعاون مع الحكومة الشرعية ودعمها بكل الإمكانيات. نعم، لكن الواضح أن هناك تغير في موازين القوى على الساحة في عدن، لماذا هذا التغير؟ أنا قلت وأكرر أنه الحقيقة الأمر لم يكن هناك قوة بمعنى القوة الحقيقية لدى الطرف الآخر، كل ما كان موجود وكنا ننصحهم ونخبرهم أن ما لديكم هو أسلحة يعني بسيطة، دعم زائل لا يمكن أن يستمر، مجرد أن يتوقف مثل هذا الدعم ستعود قوى أمنية ضعيفة لا تمتلك إلا أسلحة بسيطة وتدريب ضعيف مقابل الدولة وجيشها وأجهزتها ورجالات الدولة الذين أمضوا 10 سنين في مختلف المواقع الوظيفية في الدولة. نعم، إذا ما تحدثنا عن أهمية ما حدث من سيطرة للحكومة الشرعية على عدن، وأيضا ما هي التأثيرات التي ستنعكس على المشهد في المدينة؟ هذا ما جرى في عدن وقبله طبعا ما حصل في شبوة وانطلاق الاندعاف الدولة من تحت الرماد الذي كان يغطي عليها، هذا هو انبعاث للدولة من جديد لكي تتاح لها الفرصة
لقيادات الدولة جميعا أن يقوموا بواجبهم المناط بهم، أن يستمر بناء مؤسسات الدولة، وجعل عدن عاصمة لليمن، أن يكون ملاذ للنازحين، للسياسيين، كل أجهزة الدولة، لتكون منطلق نحو التحرير. هذا ما يعنيه هذا الانتصار اليوم، ويعني مسؤولية أكبر على الحكومة الشرعية أن تراجع أدائها. طوال 4 سنوات من تحرير عدن اشتركت الحكومة مع الأسف في أداء كان ضعيف وباهت، سمح لمثل هذه الميليشيا أن تتوسع، سمح بالتدخل الخارجي، كانت هناك تعيينات في غير محلها، غلب عليها الجانب المصلحي الذي غلب المصالح الشخصية والحزبية على المصالح العليا. فالمرحلة هذه تشكل مرحلة مهمة واختبار مهم أمام الحكومة، إما أن تغير من طريقتها في التعاطي مع عدن، مع معاناة الناس، مع مشاعر الناس، مع قضاياهم، لا يتركوا الناس مثل القضية الجنوبية. نعم. تفضل بالبقاء معي سيد علي، عذرا على المقاطعة. كما أرحب بضيفي من العاصمة السعودية الرياض، المحلل السياسي سلمان عسكر. مرحبا بك سيد سلمان. بداية تعليقك على ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن من عودة سيطرة القوات الحكومية على المدينة. أحييك، أحيي ضيوفك، أحيي السادة المشاهدين. أنا في حقيقة الأمر ما يحدث في عدن اليوم لا أسميه انتصار، لأن الانتصار الحقيقي سيكون على العدو الأول وهو الحوثي. ما حدث في عدن هو مجرد تربية، أو بالأصح تأديب لبعض الذين خرجوا عن المسار أو حاولوا أن يخلقوا دولة جديدة. الآن عدونا وعدوهم وعدو الشعب اليمني وعدو العرب هم الحوثيين وهم الإيرانيين، والهدف الواحد أمامنا جميعا هو الحوثي وتطهير صنعاء وليس تطهير عدن. عدن مطهرة ولكن فيها بعض المارقين الذين أعيدوا إلى المسار أو إلى الصراط المستقيم. أعتبر هذا بصراحة يعني عمل جيد وعمل جبار ورسالة لمن يحاول أن يعبث بأمن اليمن الذي سيطر عليه الشرعية بأن هذا سيكون مصيره. ليس هناك قوي، ليس هناك قوي وليس هناك منتصر. الشعب اليمني يريد الاستقرار والطمأنينة وطرد عدوه الذي يستحل بلده، ولا يريد غير تطهيره من الكهنوت الحوثي. نعم، ماذا عن الإمارات ومستقبلها في التحالف العربي لاستعادة الشرعية بعد تورطها في دعم المجلس الانتقالي الذي انقلب على الشرعية في عدن؟ أنا لازلت أكرر إلى الآن، يعني ليس لدي غير الكلام الرسمي ما يصدر من المسؤولين الإماراتيين بأنهم مع التحالف ولا يزالون مع التحالف، وتصريحات الناطق باسم قوات التحالف العقيدة الطيار الركن تركي المالكي تؤكد ذلك، ونحن دائما نستقي المعلومة من مصدرها الأساسي تركي المالكي. نعم، لكن هناك اتهام رسمي من قبل الحكومة الشرعية، أيضا بيان من قبل وزارة الدفاع يتهم الإمارات نصا بدعم ميليشيا الانتقالي في الجنوب. كما تعلمين يعني ليس كلام البعض الشرعية، للأسف يبرد خارج السرب. بعض وزراء الشرعية غير موجودين مع التحالف حاليا، يعني لا نعلم أين هم، هل هم في السعودية أم في اليمن أم في القاهرة أم في تونس أم في الأردن. فعندما يصرح شخص أو شخصين خارج مكتب الرئيس فهذا لا يعني ولا يمثل رأي الحكومة الشرعية. يعني بعض الوزراء، بل كما تعلمين كان هناك مسؤولين وأعمدة قوية في الشرعية للأسف خذلوها وعملوا ضدها، ولا نريد أن نسمي بالأسماء بعض هذه الشخصيات. ما لم يصدر القرار من الرئيس الشرعي المعترف به دوليا عبد رب هادي منصور، وإلا البقية مجرد أشخاص لا يمثلون قرار الدولة. نعم، إذا ألا تعتقد أن هناك نوع من الاختلاف والتباين بين السعودية والإمارات، وهو ما قاد إلى هذا الواقع وعودة زمام الأمور بيد الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن؟ قبل أكرر، من أسبوع
الشيخ محمد بن زايد أتى المملكة العربية السعودية والتقى بخادم الحرمين الشريفين والتقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. هذا اللقاء لو كان هناك اختلاف لما حدث شيء، وكما تعلمين هناك صحفي سأل سمو أمير منطقة مكة المكرمة، هؤلاء نتكلم عن القيادة الآن لدينا المملكة العربية السعودية، وقال أن هناك خلافات بين السعودية والإمارات. فرد الأمير خالد الفيصل وقال الإماراتي السعودي والسعودي الإماراتي. يعني سيدتي لو ما نسمعه الآن أن نحن نعلم أن المملكة العربية السعودية، وهذا ما أود أن أشير إليه وللسادة المشاهدين، أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لم تشهد علاقتهم في التطور وفي الأخاء وفي المحبة مثل ما تشهدها في الفترة الحالية، لكن هناك أعداء لهذه العلاقة، كما تعلمين بأن هناك من يحاول أن يعكر الماء الصفو. العلاقات السعودية الإماراتية ليست مجرد يوم يومين. نعم، لكن أنت الآن تقول بأنه هناك يعني توافق ما بين الموقفين السعودي والإماراتي، هل يمكن القول أن هناك تبادل في لعب الأدوار بخصوص ما يحدث في العاصمة المؤقتة وأن هناك تنسيق بين الدولتين؟ ليس مجرد تنسيق يا سيدتي. إذن ما أبعد هذا التنسيق؟ ما أبعد هذه ما يحدث في عدن؟ نعم، أنا أتكلم بأن ما يحدث في اليمن، يعني ما حدث في عدن هو مجرد انقلاب من أشخاص يتحملوا مصير ما حدث لهم اليوم. نحن لا نقول الإمارات تدعم والسعودية تدعم وناتي بأسماء مستعارة وما شابه ذلك، لا، حصل خلل أو حصل خطأ في عدن لا يتحمل، يعني ما هي الأدلة أن نقول أنها الإمارات؟ يعني نريد دليل قوي ونريد أن يظهر شخص من المنقلبين وأن يقول هي الإمارات التي تدعمنا، لم نسمع بهذا الكلام. هم أشخاص يملكون أسلحة، هم أشخاص يملكون عناصر. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد سلمان، استميحك عذرا على المقاطعة. أرحب بضيفي من العاصمة المؤقتة عدن الباحث والمحلل السياسي عوض كشميم. أهلا بك معنا سيد عوض. ما هي دلالات مشاركة المجاميع القبلية إلى جانب القوات الحكومية ضد قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في أبين؟ عموما شكرا على تسليط الأضواء على الأحداث والتطورات في عدن والجنوب عامة. للتطورات الأخيرة بعد انتصار أو بعد عودة شبوة إلى حضن الدولة، كان هناك رغبة أكيدة لدى القيادة، لدى القيادة الدولة في اليمن والشرقية، أن تنفذ هذا الرغبة إلى العاصمة عدن بعد الانقلاب الأخير من قبل الميليشيات الانتقالية. حقيقة ما حصل في عدن لم يكن عمل يوم أو ليلة، كان له سنوات ماضية، 4 سنوات تم نظام أو إنشاء عديد من المعسكرات والأولوية، كان الهدف من التحالف أن تكون هذه تلعب دور كبير في مكافحة الإرهاب وأيضا لنصر الشرعية في مواجهة ميليشيات الحوثي. لكن للأسف هناك حصل منحى خطير آخر، وربما هذا يعكس في خلل كبير في بنية موقف التحالف، في نوع من الاضطراب، يعني ما كان هناك الامور مسبه ولا هناك ترتيب على حدوث مثل هذا الفعل. نعم، شاركت اي، نحن نخشى في عدن والجوار بشكل عام ان نتحول هذا الصراع الى صراع مسلح ثاري ويدفع ثمنه الناس والاستقرار والتنمية في الجنوب والانعكاس علينا بشكل عام. نعم، وضعف موقف الشرعيه في مواجهه. سيد عوض، اذا ما تحدثنا عن المزاج الشعبي في عدن والمناطق المحرره، الناس اطلب عدن. نعم، الناس كيف تعاملت مع دخول القوات الحكومية وأيضا إعادة العاصمة المؤقتة وأبين وشبوة لحضن الدولة؟ عودة المطلب العام للناس هي عودة هذه المحافظات إلى الدولة، وأيضا لا ينبغي أن يكون هناك طرف يظل معزولا عن هذه الدولة. ما ينبغي ان يكون ان يدخل الجنوب بشكل عام في شراكه وطنيه تؤمن هذه القوات وشراكه حديديه للجنوب في مشروع وطني يضم الكل، شراكه تمثل حجم الجنوب وثقله. نعم، هذا الاقصاء هو الذي يولد هذه البؤر وهذا التحميش. اذا لم يكن هناك مشروع وطني للدوله، اذا لم يرعى، كان نحن كنا نطرح من سابق انه مع تحرير عدن في 2015 يجب ان يتبنى هناك وثيقه وطنيه
رعاها دول الاتحاد لوجود شراكه حقيقيه 50% لقوات الشرعيه وحلفاء و50% نعم. لقوات سيد عوض يعني عاده عدن كمشروع وطني للقضاء على البؤر التي ممكن تنشئها افراد اخرى لعربيه عمل الشرعيه وهذا كان مخطط من حول فصل الجنود لجهه جميع الحوثي ان تكون جوله في الشمال خافيه لمواجهه بالتالي ماذا عن المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة القوات المدعومة من الإمارات والمتواجدة بالتحديد في ساحل حضرموت؟ على العموم الناس تتخيل انه اي قوات سواء كان في حضرموت في عدن في الشرق في الغرب اذا لم ترتبط بالدولة تعكس القوات الدولة ايش اي من قوات تتواجد في حضرموت ولا في نهره او في لحج او في الضالع ترفع علام غير علام الدوله. نعم. هذه القوات لازم تنتمي للدوله وتعمل لحمايه مشروع وطني انها تسخن من اجله. التباينات الداخليه مطلوبه وهي عباره صحيه، لكن لا يعني هذا انها تذهب تعطي ولاياتها لاطراف اخرى لا تعبر عن مشروع الدوله ولا مصالحها ولا مصالح الناس. نعم. أشكرك سيد عوض وأعتذر منك لضيق الوقت عوض كشميم الباحث والمحلل السياسي كنت معي من عدن شكرا جزيلا لك أعود إليك سيد علي كيف يمكن للشرعية أن تستفيد مما حدث من انقلاب عدن وأيضا حماية المكتسبات وما تحقق طبعا لعل في الشر خيرا كانت عدن تعيش وضع غير مريح ابدا لا الشرعيه موجوده بمعناها الحقيقي وقامت بمسؤولياتها ولا تمكنت من عمل شيء لحل هذا الوضع فالآن لم يعد هناك أي عائق أمام الشرعية لتعود وتبسط نفوذها وتبني مؤسسات دولة حقيقية دولة يعني مؤسسات دولة تكون بناءها بناء وطني حقيقي لا ليس فيه أي جهوية وليس فيه أي مناطقية يمكن أن تؤثر ولا محسوبية شخصية هذا الواقع الذي ينبغي أن تفرضه الشرعية في عدن سيؤدي بطبيعة الحال إلى تعزيز دور الحكومة جمع الموارد وتوحيدها في وعاء الدولة وعاء واحد تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة تفعيل دور المحاكم والنيابات كل هذه الأمور هي الأساسيات لبدء وانطلاق عمل الحكومة في أي مكان في العالم نعم باختصار سيد علي بعد انتصار الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن ما هي الإجراءات المطلوبة من الحكومة الشرعية؟ أول إجراء هو يعني تثبيت الوضع الأمني وإعلان العفو عن من ألقى سلاحه ممن لم تلطخ يده بدماء الأبرياء ولم يباشر الاعتداء على مؤسسات الدولة من المعسكرات التي لم تشارك تثبيت الوضع تطبيعه يعني تثبيت مؤسسات الأمن بشكل كما تحدثنا من قبل بعد ذلك أهم شيء أن تكون عدن تتحول إلى عاصمة وقبلة لجميع اليمنيين أنا أحدد وأعني بالتحديد مؤسسات الدولة لابد أن يعود مجلس النواب للانعقاد أن تعود الوزارات بكل طاقمها أن تكون الدولة فاعلة بشكل حقيقي بدون أي أعذار أو يعني ادعاءات ان هناك ما يعيق عملهم، ثم بعد ذلك بالتاكيد سيكون في العاجل القريب الانطلاق لتحرير تعز ثم بعد ذلك العاصمه صنعاء. نعم،
علي الأحمدي أمين عام حركة النهضة الجنوبية والقيادي في المقاومة الجنوبية، كنت معي من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد سلمان، تحدثت عن أن هناك توافق وتوائم بين الموقفين السعودي والإماراتي، لكن وسائل الإعلام التي تتبع البلدين كانت تبث أنباء بما يعكس تباين واختلاف في وجهات النظر وفي التعامل مع ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن، كيف تفسر هذا التباين؟ هذا إعلام يا أختي العزيزة، هذا إعلام، يعني حتى لو حدث مثل هذا الكلام أنا لم أشاهد، لكن لو حدث يا أخي ما هو لازم أنا أكتب الشيء اللي يعجب الإمارات، وليس لازم على الإمارات أن تكتب ما يعجب السعودية. إحنا علاقتنا فوق وأعلى وأرقى مما يكتب الصحفيين أو الإعلاميين أو بعض من يشوشون. هذه دولتين متجاورتين كما أسلفت تربط بينهم علاقات تاريخية لا يمكن أن تشوشها أو تهمشها عبارات أو مقالات أو كتب. هذه من يكتبون نعم. أو من لكن سيد سلمان هذا التباين والاختلاف الظاهر في وسائل الإعلام ينفي ما صدر في بيان التحالف الأخير. اكيد اكيد هذا يعني هذا مصداق الكلام، يعني شوفي انا بقول لك حاجه يا سيدتي وهذه يمكن ما يعرفونها بعض المشاهدين، انا اريد ان اوضح بان ناطق التحالف وانا اراهن الان منذ عين ناطقا للتحالف وحتى يومنا هذا العقيد الركن التركي المالكي ان يكون ادلى في السنوات الماضيه بتصريحا اظهر خلافه بعد ذلك، الرجل ينطق حقيقه وشفاف الى درجه عاليه وكبيره ويرد على كافه وسائل الإعلام المختلفة، لا يقدم معلومة إلا هو يعي ما يقدم، لو كان هناك خلاف لبين أو لوضح ذلك. يعني الأمور يا سيدتي الإمارات لا تزال تشارك على الأرض، الإمارات هي جزء مما تم اليوم في عدن. يعني سيد سلمان، إذا كيف تقرأ سحب القوات الإماراتية لآلياتها العسكرية وقواتها من العاصمة المؤقتة عدن؟ ما مش من عدن يا سيدتي، يعني معلش كان هناك إعادة ترتيب القوات الإماراتية وما صرح به أحد الشخصيات الإماراتية البارزة، إعادة ما يسمى تموضع مواقع أخرى. الذين يعبثون في عدن هم أنفسهم من يعبثون في شبوة، هم ذاتهم من يعبثون في الحديدة، هم ذاتهم من يعبثون في حضرموت، في الضالع، هناك أيدي ضد التحالف. يعني من الأخير حتى وإن كانوا في النهار يسون لنا صورة على أنهم مع التحالف إلا أنهم في الليل ينقلبون على أذنابهم. هؤلاء هم عملاء إيران ولكن لا يمثلون الشعب اليمني الكبير الإملاك. هؤلاء ما حدث اليوم في عدن هو رسالة تأديب لهم. نعم، لكن سيد سلمان من يعبث في العاصمة المؤقتة عدن هم المجلس الانتقالي الذراع العسكري للإمارات، هل يعني هذا أن هناك تنسيق من قبل السعودية والإمارات في هذا الشأن؟ لا لا، ما يقوم به التحالف سيدتي مكشوف على للعالم وواضح وصريح امام التحالف منذ ان طلقت عاصفة الحزم في مارس 2015، كان هدفها الاول والرئيس هو استعاده الحكومه من ايدي العصابات الحوثيه وتسليمها للشرعيه. هذا الهدف هو هدف الكويت، هو هدف السعوديه، هو هدف الامارات، هو هدف كل الدول التي تشارك في التحالف. ليس هناك دوله لها، اذا كان اليمنيين انفسهم لهم راي فيما بعد التحرير وهو الانقسام او ما شابه ذلك فهذا شان يمني يمني، لكن الان لا يجوز ولا يصح باي شكل من الاشكال ان نقول من كان يريد الانقسام او عمل فليعمل، لا، هناك اقاليم وضعها الرئيس عبد الرب وهادي منصور قبل 3 سنوات هي التي ستكون في الانقسام. ما عدا ذلك اعتقد انه حتى الان تنفيذها هذه الاقاليم سيكون صعب جدا، واقصد الاقاليم التي اقرها الرئيس وهادي منصور. لذا من الافضل بعد ما تتحرر اليمن وتعود الشرعيه الى هناك ان تقيم هذه الاقاليم كما ترى القياده اليمنيه. لكن ان نعمل الان من يريد ان يقسم حضرموت. شكرا لك سيد سلمان، اعتذر منك لضيق وقت هذه الحلقه. المحلل السياسي سلمان عسكر كنت معي من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي من أيضا من العاصمة السعودية الرياض علي
الأحمدي أمين وعام حركة النهضة الجنوبية والقيادي في المقاومة الجنوبية، أيضا ضيفي الباحث والمحلل السياسي عوض كشميم من العاصمة المؤقتة عدن. شكرا جزيلا لكم، أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. التحايا مقدمة لكم من معد هذه الحلقة أمين صالح ومن الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.